ونحن في هذا المجمع السياسي والحقوقي السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتوقف عند نساء بصمن تاريخ المغرب من قبيل فاطمة الفهرية التي أسست أول جامعة سنة 857 سنة، والتي لا زالت قائمة لحد الآن جامعة القرويين. كما لا بد أن نفتخر بمئات السيدات اللواتي انتضمنا بالمؤتمر التأسيسي لمنظمة أخوات الصفا التي قاومت الاستعمار وحملت رؤية سبقت زمنها آنذاك. ومن منا لا يتذكر تورية الشاوي أول ربان طائرة، والتي تفوقت كأصغر تلميذة بالعالم في الكفاءة. كذلك فاطمة المرنيسي الكاتبة والأديبة التي أثارت الخبايا الثقافية لدونية المرأة، وفاعلات كثيرات منهم أنتم كذلك، لتكون المرأة المغربية مكانتها في المجتمع منذ أكثر من 1000 سنة. فلهن منا جميعاً اليوم ومن هذا الفضاء تحية خاصة، ونحن نخوض مرحلة جديدة لتحقيق المساواة والمناصفة. فعلاً حققنا مكتسبات دستورية، إصلاحات تشريعية مؤسساتية، وإحراز تقدم على صعيد المساواة أمام القانون. إلا أن واقع المساواة بين الجنسين، بين المرأة والرجل في بلادنا، لا يزال يعرف عدة صعوبات، وما زالت مؤشرات التنمية البشرية تسجل تفاوتات مهمة بين المرأة والرجل. التنمية مفهوم بالنسبة للحقوقيين لا يختزل في مجرد نمو اقتصادي أو تمتع مادي، بل هو التنمية أو هي التنمية فعل إنساني هادف يقوم على توسيع الخيارات الإنسان باعتباره محوراً ووسيلة لها في جميع الميادين، بما فيها المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يتسع أيضاً، وهذا هو المهم، للجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية: الحريات، اكتساب المعرفة والكرامة الإنسانية. طبيعة الحال الحق في التنمية يقوم على عدد من العناصر، لكن أظن بأنه اليوم نحن في عنصرين أساسيين: المشاركة في الشأن العام كما هو بالنسبة لهذا الجمع، وكذلك عدم التمييز كتأطير لهذه المشاركة ولهذا الفعل في الشأن العام. طبيعة الحال في هذا الموضوع لا بد أن أقول بأن كذلك التنمية ليست مجرد أرقام لتحسين الناتج الداخلي الخام، بل استراتيجية واضحة لضمان الحقوق والاستفادة بالتساوي من الفرص، حتى لا تبقى المرأة خلف الركب التنموي مما يعيق هذه التنمية في الأساس. مجتمعنا، مجتمع المغرب، لا زال يفرض العديد من مظاهر التمييز، وربما سيكون هذا اللقاء فرصة لإصدار كما جاء في كلمة السيدة أمينة بالخضرة رئيسة الفيدرالية الوطنية لإطارة التوصيات والاقتراحات ضمن كتاب أبيض. لا زال المجتمع يفرض العديد من مظاهر التمييز ضد المرأة، والتي يمكن اعتبارها من الأسباب العميقة للتفاوتات الاجتماعية في بلادنا. معدلات الأمية والهدر المدرسي على سبيل المثال، كذلك إدماج النساء في سوق الشغل، وكذلك هذا كله غالباً ما تكون أسبابه حواجز ثقافية. إن هذه المؤشرات تعطل بالأساس ما يناهز نصف الرأس المال البشري المغربي، فلا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية إذا كانت نصف قواه الحية تعاني من التهميش والإقصاء، خاصة في الوقت الحالي الذي يتعبأ فيه المغرب لأجل تفعيل اختيارات تنموية أكثر إدماجاً لكل فئات المجتمع. لم يعد من المستساغ أن تتعرض النساء للعنف وأن يبقين على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعند عتبة المواطنة النشيطة. إذا كانت مؤشرات التمييز سيدات والسادة، مؤشرات التنمية تؤكد التمييز، يصح لنا أن نتساءل
هل هناك علاقة جدلية بين قانون الأسرة بين الأسرة والتنمية بناء على القوانين المنظمة للفرعين الفضاء الخاص مدونة الأسرة والفضاء العام الشأن العام؟ فالأول نعرف يحدد وضعية المرأة في الأسرة تعكس عددا من المقتضيات بها أشكال التمييز ضدها، بينما المجال العام يتم تدبيره بأدوات ووسائل غير شفافة تجعل من مساهمة المرأة تحدي يومي على مستوى العلاقات والفضاءات وتقييم الكفاءات. إن استعراض بطبيعة الحال لهذه الديناميات والتطور لنضال المرأة المغربية في مسيرتها الطويلة يسمح لنا بالوقوف على معطيين أساسيين. أولهما يتجلى في العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة. ليست في الواقع هذه العوائق القانونية ليست في الواقع إلا سوى تمظهرات لإشكالات أعمق تتجاوز الجوانب القانونية لتجد أسسها العميقة في الثقافة ونظام القيم السائدين في مجتمعها، بما يعني أن مسار المساواة أو التمكين في عمقه ثقافي بالأساس، لأن الفرصة تاريخية اليوم بعد خطاب جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة لفض التأويلات الخاطئة والاندفاعات الإيديولوجية لوقف مسار مجتمع اختار طواعية أن يكون من الأمم التي تحمي طفلاتها وتحمي نساؤها وتخطط باستمرار ليكون معا طفلات ونساء موضوع سياسة عمومية تناهض التفاوت وتناهض التمييز. أما العنصر الثاني فيتعلق بالطبيعة التراكمية للتغيير باعتبارها سمة أساسية لنضال المرأة المغربية في مسيرة المساواة، ما يعني أننا مقتنعين أنه بالرغم من صعوبة الحديث عن إقرار المساواة فإن هناك تراكماً حقيقياً يدفعنا رغم وتيرته البطيئة إلى التأكيد أن تعزيز تمكين المرأة وإقرار مبدأ المساواة هو حتمية تنموية لمجتمعنا رغم كل الصعوبات والمطبات أحياناً والعراقيل أحياناً كثيرة. الإصلاحات التي تمت سيدات والسادة لأكثر من العقدين لا تعكس مساواة فعلية تسمح بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها. تفكيك عناصر التمييز بين المجال الخاص مدونة الأسرة والمجال العام الشأن في مجال مشاركة الشأن العام للمرأة تمثل بالنسبة لي الحلقة المفقودة في استراتيجيتنا الوطنية، والنهوض بوضعها في المجال الخاص وعلاقته بالمجال العام ليس فقط شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة تطلق المبادرات النساء وتكمل وتشجع وتحقق الأثر المنشود من التنمية ومن المخططات التنمية. تمكين النساء الحضور الكريم من حقوقهن بما فيها المدنية ينبغي أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيلنا على دفتر تحملات حقوقي وتنموي شامل وكامل وغير قابل للتجزئة. مسار المساواة سيدات والسادة، تمكين المرأة بالمغرب الذي انطلق وطنياً كما قلت منذ 1000 سنة وامتزج بما هو كوني في انخراط المملكة المغربية طواعية وبكل سيادة يسائلنا من حيث الاعتماد على ذكائنا الجماعي خاصة عبر الاحتكام إلى الحوار المجتمعي البناء والنقاش الفكري الرصين والهادئ للقطع وبشكل متصاعد على مع التردد العلني واستشراف مسارات تمكننا من التجاوب مع التحولات العميقة التي يعرفها مجتمعنا في إقرار المساواة، تمكين المرأة اقتصادياً سياسياً واجتماعياً. طبيعة الحال التاريخ علمنا بأن هذا المسار لن يتوقف كيفما كانت
العراقيل الإيديولوجية والثقافية.